السلام عليكم كبيدات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير، وفيديو جديد دائما مع الزين المغربي التقليدي وعشاق الراندا وعشاق النخوه. يا سلام كما كتشوفوا، كما عودتكم دائما في كل اول فيديو كنوريكم طلبيات قبل ما ندير لهم لومبالاج. بعد الطلبيات ماشي كل شيء، لان بزاف ما نوري. كما كتشوفوا هذه الخدمه هذه اللي جات رائعه، في الجلابه هذه صاحبه الطلبيه هذه من الدار البيضاء، اللي كنجبد تحيه كبيره للناس ديال كازا اللي كيكونوا دائما هما الاوائل في الطلبيات ديال الراندا. هاد الخدمه هذه جات رائعه وجات سماويه، خدمه على شعرها كما كتشوفوها، والطرز الرباطي ديال الماكينه اللي تا هو مدقوق مع الثوب، خدمه دياريه كما عودتكم. انني غادي نوريكم الخدمه كما عودتكم في كل اول فيديو، تشوفوا الخدمه عن قرب بالنسبه للناس اللي ما عمرهم خدموا الراندا، او لا ما عمرهم دفعوها، او لا ما عندهمش معلومات عليها. يعني بزاف ديال الأجوبة كنحاول نجاوب عليها، اللي بالنسبة لواحد اللي ما عمره خدمة يعني ياخذ معلومات. بالنسبة للخدمة خاصها تكون كيف ما كتشوفوها، خدمة ديارية، خدمة نقية. الخدمة في الكمام ديال الطرس اللي كيكون على دارك، كيجي بحال هكا وفيه جوج دقات اللي كيكون بالبريوات على شعره. كما عودتكم دائما في الكميمات العنيق كما كتشوفوا، حتى هو بجوج دقات اللي كيكون ديال الراندا وزائد البريوه. انا تنقرب لكم باش تشوفوا الخدمه كما كتشوفوها، الحصيره ديالها بحال المرايه ما شاء الله، والله يعطي الصحيحه المعلمه ديالنا، الله يكبر بيها معلمه وفاء، الله يكثر خيرها ويخلف عليها. كتبرعنا وكتمتعنا في الراندا، الله يعطيها الصحيحه ويخلي ربي عويناتها. خدمه دياريه، خدمه ديال القلب، خدمه ديال الخاطر كما كتشوفوا. جات رائعة هاد الخديمة هادي في الصدر، وكذلك في الكميمات بالطرز الرباطي في القميص اللي كيكون دائما حاضر وكيجي انيق كما كتشوفوا. الخدمة ديال القلب ديال الطرز الرباطي ديال الماكينة كيجي بحاله بحال ديال اليد. كذلك الكميمات ديال الجليبة اللي كيكونوا مخدومين بجوج دقات، والبريوة على شعرة كتجي رائعة، والقبيب كيف ما عودتكم حتى هو كيكون على جوج دقات حتى هو. الخدمه كما كتشوفوها كنقول لك بالصحه والراحه الحبيبه ديالي، دخل عليك بالصحيحه والتيسير، وباش ما تمنيتي يا ربي عفوا. اللي حب ياخذ معلومات كثار على الراندا، انا راه الاشاره في جميع المتابعين ديالي كما كتشوفوا. الافتتاحات انا دائما كنوريكم مفتاحي، لا بغيتو تكومونديو ركزوا على الافتتاحات. كاين اللي ما تيديرش الافتتاحات ديال القمايص، كيدير غير ديال الجلابه، يعني افتتاحه ضروري كتكون دو بياس. كنقول لكم دائما تشوفوا الموديل، او لا بغيتوا اي خدمه دخلوا عندي الواتساب، ولكن ديروا السكرين دائما باش كتقربوا ليا نجاوبكم، يعني نجاوبكم دغيا، ما قلتش عاد نقلب على الموديل او لا، هذا يعني ضروري السكرين كما كتشوفوا. انا درتها على المانكا باش تشوفوها ملبوسه والشكل ديالها كيفاش كيكون هكا ملبوس بالخدمه ديالها بكل شيء ليها. كنقول لك اختي بالصحه والراحه، ودخل عليك بالصحه والتيسير. هذه كانت جلابه ديال الحج، ان شاء الله دارتها للحج. نتمنى تمشي على خير وتجي على خير وبالصحه والراحه. والموديلات كما كتشوفوهم خدمه دياريه، كلهم خدمه انيقه وخدمه دياريه. اللي عجبو الموديل يدير سكرين ودخل عندي الواتساب، انا راه الاشاره جميع المتابعين ديالي. وكذلك بالنسبه للتوصيل كنوصلو عبر الدي اش ال، من الكيلو لجوج كيلو كيحسبوا بثمن مناسب جدا، ما عليكم الا الدخول لعندي، وانا راه الاشاره لجميع المتابعين ديالي. وما نسيناش الحجاج ديالنا، بالنسبه للناس اللي كيكومونديو لبسات ديال الحج، انا باقي كنشد لي كوموند ديال الحج، اما ديال العمره يلاه يلاه، يعني اللي عندي موجود وصافي. بالنسبه ديال الحج انا باقي كنكوموندي جلابات ديال الحج، وكنقولوا تحيه كبيره للمعلمات ديالنا اللي كيبدعوا وكيعطيو ما عندهم. الملاقي كما كتشوفوه بزاف الناس سولوني على الملاقي، هو هذا الملاقي اللي كنوقفوا به الجلابات اللي كيتخدم على جوج شعرات او لا على شعره كما كتشوفوا. الخدمه دياريه وكتجي خدمه دقه على دقه بالبره الرقيقه البنات، والخدمه كتجي مدقوقه وكتجي على هذا الشكل هذا في الجناب ديال الجلابه كامله، في الوقيف ديال الجلابه. الخدمه ديال الخاطر وديال القلب كتجي على هذا الشكل هذا. تنقول لكم كملوا الفيديو الى الاخير،
فيه موديلات اللي غادي يعجبوكم بزاف وعينالو الاعجاب ديالكم. وما تنساوش البنات ديروا بصيمه، انا ديما تنفكركم البصيمه البنات فضلا منكم، وهذا كتحفيز للقناه وتحفيز للخدمه ديالنا. هذا هو الشكر ديالنا. الفيديو ملي ما كيطلعش في اللايكات كنسمو ما خدمناش مزيان، يعني ما وريناكمش الخدمه كما ينبغي، اولا الصنعه ما عجبتكمش. هذا هو الجواب اللي ما كيديرش اللايك، يعني اللايك هو اللايك اولا البصمه هو الشكر بالنسبه للخدمه. غير باش نوضح لكم، لا من الناحيه ديال الصناعه التقليديه ولا الطبخ ولا اي فيديو تفرجتوا فيه وعجبكم المحتوى ديالو ضروري ديروا لايك. هذا كشكر ديال داكشي اللي شفتوه، ديال الشكر ديال التعب اللي كيتعبوهم اصحاب القنوات. انا كنهضر عامه على جميع القنوات اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير باش يجيبوا لكم احسن ما كاينه في الفيديو وتشوفوه بكل اريحيه. كنقول لكم بارطاجيو الاحباب ديالكم والعائلات ديالكم، وما تنساوش دائما الاشتراك والبصمه كما عودتكم دائما. والى اللقاء، فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. مع السلامه. السيد رسول الله يا حبيب الله محمدي زاج الكرام سيد سيادي سيدي وسيد خلق الله المدح مدحوب نشادي حتى نسير عند الله.